أحسن الله إليكم، كيف تستطيع المرأة أن تستخير في وقت الحيض؟ الدعاء لا يشترط له الطهارة، الدعاء لا يشترط له الطهارة، والاستخارة تصح بدون صلاة لأنها دعاء وهي معذورة، فمن كانت طاهرة فلتصلي ركعتين وتدعو بدعاء الاستخارة، ومن كانت في زمن الحيض أو النفاس فهي تدعو بالدعاء المأثور في الإذن في الاستخارة بدون صلاة، ولا يشترط لها الطهارة.